المركزية نفسها. بالظبط بالظبط. طيب يعني طبيعة السجال ده كان عرمان أو ياسر عرمان أستاذ ياسر، دي واجهة لمشكلتك مع الفكرة كلها؟ طبعا ايوه، هو كان رمز من الرموز. انا ما عندي معبر عنه. لا لا، انا ما عندي مشكله شخصيه مع ياسر اطلاقا، ما عندي مشكله شخصيه معه وكده، لانه هو اسطع نموذج لازمات الحركه وللمحافظه عليها وانا قبل كده كتبت الكلام ده، انه جون جرام ذاته انفولف في الحته دي، هو ذاته يعني متورط في الحته دي، يعني ما برا. وهسه تشوف الباقيين، ما عندك مالك عقار موجود مركزي، عندك عبد العزيز مركزي، ما في طريقه تخلصوا من المركزيه، وبتكون فيها مبررات مختلفه. المبررات من ضمنها مثلا العمل العسكري، ايوه، انه العمل العسكري لا 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 يحتمل تعدد والاسرار والتعدد، لكن انا ما بفتكر، ده تبرير شماعه هو وما اكثر من كده، لكن هي اصلا ازمه عامه. ما في تنظيم سياسي سوداني من اقصى الجنوب لاقصى الشمال ديمقراطي، عاوزين تنظيم تعددي يسمح بحريه الراي، يسمح بالتطور، بالتالي ما في بالتالي ما تغيير التنظيمات دي ما عملت، ما خلقت مفكرين، ما كان في هامش للمفكرين عشان نزول يتطور كمفكر مقمور. بالتالي اساسا الثقافي ذاته مقموع، الثقافي اللي بيتحول لمفكر بعدين بيعمل التغيير ده، مقمور. ما عنده اي حظ من قمعت يا دكتور باشكال مختلفه، يعني اشكال مختلفه، يعني انك تكون والله جاوبت بكتابتي. ما وقفت بتابع، بتابع بقول رايي في الحاجه الفلانيه، زي حوارك ده تمت معي حوارات مختلفه، كتبت مقالات بشكل مختلف، بقول الراي بوضوح يعني بتاعي. ومكلف الراي بطبيعه، مكلف 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 دفعت مكلف عزله، مكلف اي حاجه، ايوه مكلف اي حاجه. لكن انت ما متشائم؟ لا ما متشائم، ما هو التغيير حتى لو انت تقبل في سؤالك بتاع انا قنعان من خير الشمال، من خير الشمال، انا ما قاصد، انا قاصد من خير التنظيمات السياسيه، ايوه نعم طبعا، لكن ما قنعان من الحراك الاجتماعي والثقافي السوداني وكده. الحراك موجود حتى داخل التنظيمات ذاتها، داخل التنظيمات ذاتها في تيارات، ما هي تيارات برضه مهمشه، ممكن تراهن عليها، ممكن تراهن عليها طبعا، داخل التنظيمات وغير الناس غير المنظمين. الناس هسه بيشوفوا الاولاد بيكتبوا كتابات، يعني شباب من الجيل الحديث التسعينات وهسه بيكتبوا كتابات جميله جدا، راهن عليهم، مراهن عليهم مراهنه يعني الى التغيير، لانه التغيير هو زي ما قلنا قبل هو يعني 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 اطر متوازيه وفي نفس الوقت متعارضه. فيعني الشمال مهنا، لكن بالنسبه لي ده كان مصدر من مصادر التحرك، يعني انتباه الحركه الشعبيه هو واحد من خيارات التحرك، فلو كنت قاعد هنا كنت حركت مع الشباب الموجودين اليوم يعني في انت من انصار او من مدرسه انه لكي يحدث تغيير بالفعل علينا بناء الصناعه الفاعل الاجتماعي قبل الحدث، ليه السؤال؟ قالوا الناس بتتكلم عن 64، الناس بتتكلم عن 85، وكان العقل السياسي الان بات ينظر انه والله التغيير قبل يعني صناعه الفاعل ده الاجتماعي اللي بيعمل التغيير ده يعني لا يدوم كثيرا، ينتهي الى نهاياته. انت من تتيار انه يصنع التغيير اولا ثم بعد كده نصنع الفاعل الاجتماعي، ولا اولا خلونا اخواننا نبني الفاعل اللي بيعمل التغيير الحقيقي؟ تتعاين كيف؟ نصنع البروسيس، بروسيس، نصنع العملية، نبدا العملية الصحيحة المعافى، لأنه التغيير ما بيحصل. يعني ثورة أكتوبر، انتفاضة 85، انتفاضة 85، وديل كلهم صنعوا تغيير، تغيير على المستوى بط، لكن ما كان في بروسيس، عشان كده وقع في الحفرة طوال. هم ذاتهم اللي عملوه غلبوني سوي. حسبي لو قامت انتفاضة وحصلت ده ما مستبعد، وحصل تغيير برضو الناس حيكونوا كمان أسوأ من أكتوبر وأبريل.